الوقفة جات تضامنا مع الأخ ديالنا علي شاهد مدير المصالح، وكذلك مسؤول مدير رؤساء المصالح وموظفات موظفي مقاطعة سيدي بليون إلى ما يتعرض له من بعض المستشارين من استفزاز ومضايقات وكلام لا يرقى بمستشار الجماعي، وهذا يعتبر خرقا سافرا للمادة 66 من القانون التنظيمي 14113 المتعلق بالجامعات الترابية. فنكون طالب من السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليون بأن تدخل صارم وتدخل عاجل وفوري من أجل حماية موظفيها وأطرها والمدير المصالح بمقاطعة سيدي بليوط، من أجل وضع تفادي أي توتر أو احتقان اجتماعي داخل مقاطعة سيدي بليوط. فإحنا كاتحاد المغرب شنو ندعو إلى الحوار وندعو إلى الاحترام، ونطالب من المستشارين بوضع مسافة بعيدة بين المستشار والإداري. فما في المذكرة المطلبية ديالنا اللي كنت قدموها للوزارة الداخلية، فدائما كنطالبوا بالفصل ما هو سياسي وما هو اداري. فالاداري يعمل بالمسائل ديالو في التدبير ديالو الموارد البشريه والامور ديالو، وكذلك السياسي له ما اجراءات وتدابير اخرى. فلهذا كنطالبوا من الاخوان ديال المستشارين يحترموا الموظفات والموظفين والاطر، فهذا وقفه انذاريه، وفي حاله تمادي في هذا الهجوم او التعسف او المضايقات فنحن سنكون هناك تصعيد ويكون هناك وقفات مستمره امام مقاطعة سيدي بليوط من أجل الدفاع أولا على الكرامة والحقوق الموظف الجماعي، لكن اعتبروه في اتحاد مغرب الشغل وخط أحمر لا يقاس ولا يهان الموظف الجماعي. احنا المشكل السياسي ما عندنا حتى شي علاقة به، احنا كاتحاد مغرب الشغل نقابة مستقلة، نقابة كتدافع على الموظفات والموظفين. احنا عندنا ملف مطلبي وضد ندافع اللي كيتعرض للتعسف أو الهجوم أو المضايقات كنقابة مستقلة عن جميع الأحزاب وعن جميع الإدارات وعن جميع المسائل. فاحنا طبعا عندنا مبادئ أساسي وهو القدسي، وهو الاستقلالية التامة عن جميع الأحزاب والأمور ديالها. فالرئيسة تعتبر هي الرئيس التسلسلي ديال الموظفين كاملين، فهي عندها حق، ولكن المستشارين وفقا للقانون كما قلت المادة 66 من القانون 14113 راه الأمور واضحة، وراه القانون وضح الأمور ديالها في الأمور ديالها بالعمل الفصل بين ما هو سياسي وما هو إداري.